مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في برنامج نكاش مع النبهان ومعنا الفنان المميز والحبيب بلال مع الفرقة الشباب مميزين. سوي لويا بالفيديو بس القرقعان واجواء حلوه يعني اجواء رمضانيه حلوه. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. قبل لا نبلش بالاسئله هذه جائزتنا كم؟ 100 دينار. مشكور زكاة الله ما قصرتوا والله ماني قادر اعبر عن شكرا. يلا شباب ركض يا عمر ركض ركض يا اخوي زين. نبي نبي شيله قبل لا نبلش اسئلتنا. يلا شو نقول؟ لا اله الا الله عاشوا عاشوا. يلا يا ابو شامي هذه 100 دينار اي سؤال ما تجاوبه بنسحب منك 20 دينار تفضل اختار اول شيء. خل واحد من الشباب يختار اذا انت محتاج منهم شيء نبغى عادي حبيب حبيب. يلا بسم الله. السؤال الاول يقول اللي ما يساعدني تدري شو اسمه اقتله. يلا اي مدينه يطلق عليها لقب ريحانه البحر العربي؟ حلو وين زين الخيارات؟ هذيك الخيارات الحين امستردام حلو ولا جدة ولا المكلة؟ لا مكيفك. ايه ها صح. شنو قال؟ امستردام؟ لا امستردام جدة المكلة ريحانة البحر العربي. شلون مغششك هذا؟ قول ها مكلة؟ ها مكلة؟ مكلة اكيد المكلة المكلة. يلا اعطونا صفقة زي شيلة شيلة. اسكر 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 عليك الكاش. قال فاصل وزفت عروس. زين السؤال الثاني يقول من الكتب السماوية أنزل على سيدنا داود؟ توراة ولا الإنجيل ولا الزبور؟ الزبور. زبور أكيد. 20 دينار ثاني عليك بالعافية. 20 سؤال ديني هذه 40 دينار ما فيها طيب صح. مبروك عليك الكاش. من هو مؤلف كتاب خلاص من السؤال الثالث الحمد لله والله سألتكم سهلة سكرة. زين من هو مؤلف كتاب البداية والنهاية؟ انت سوي شيء بس قاعد تخز يلا خزي خزي خزي. من هو مؤلف كتاب البداية والنهاية؟ ايه يلا ابن الاثير ابن كثير. شوف اذا طلعت الاجابة صح لك ال 20. ها ابن كثير ابن كثير عطى ال 20 تستاهلين وما تستاهلين. مبروك عليك الكاش. السؤال الرابع ما هي عاصمة ايرلندا؟ 40 دينار سهلة. شنو؟ سهلة ولك شيء يا 40 دينار سو شيء. يلا شنو 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 قول؟ يقول لندن. لا هذا فاهم غلط. ايرلندا مو انجلترا. قول قول. يلا ها يا جماعة الله يخليكم خذوا مسنون. ما هي عاصمة ايرلندا؟ عاصمة ايرلندا ها يا حبيبي دبلن. دبلن دبلن. يلا خلنا نسمع واحدة. اسقل اسقل اسقل. مبروك عليك الكاش. هذا عندكم بعد فلوس؟ لا بس خلصنا 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 فلوسنا. هذه هديه قرقيعان من سراي. عليكم بالعافيه وانت اليوم جاي حق سراي. عندنا هالهديتين يا ابو شامي اختار. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اختار اي وحده. يلا يمين وانقص علي تكفى. ها خلينا نشوف. هذه دعوه من مطعم التسيمو. مبروك دعوه عشاء من التسيمو. وهذه حلويات حق الشباب هذه مو حقك انت. من كنافه وعجين. عليكم العافيه شباب. ترى دعوه حق شخصا عشان لا احد يزعل انا وانا. الله يعطيك العافيه ابو شامي. كل عام وانتم بخير. نبي شيء اخير يلا حق برنامجنا كاش مع النبهان. شو نقول؟ يلا 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 سلم النبهان. يلا فاصل ورد مع النبهان.